أهلا وسهلا بكل متتبعي مدرسة تعليم سياقة نور الأيام بالجلفة. درسنا نهار اليوم راح نتكلموا فيه على أضواء السيارة وماسحات الزجاج أو ليسوي جلاس، لنلقاو عصا التحكم الخاصة بهم بجانب مقود السيارة أو الفولو مثل ما تلاحظوا، مما يسهل علينا طريقة استعمالهم والوصول إليهم. لعلى جهة اليمين اللي هي عصا التحكم الخاصة بماسحات الزجاج أو ليسوي جلاس، لعلى جهة اليسار اللي هي عصا التحكم الخاصة بأضواء السيارة. كما نجد في عصا التحكم الخاصة بهم رسم بياني يبين لنا كيفية الاستعمال على حسب نوعية السيارة، وعند استعمالهم يجب علينا تشغيلهم دون النظر إلى جهاز التحكم الخاص بهم أثناء القيادة. نبدأ أولا بعصا التحكم الخاصة بأضواء السيارة. لما نقوم تشغيلها بهذا الشكل راح تشتغل لدينا لوحة التحكم الخاصة بالسيارة تلقائيا، ويشتغل معها أضواء الوضع أو الفيوز، واللي هي أضواء إجبارية في السيارة، وهي أضواء تحدد وتبين وضعية ومكان السيارة أثناء الليل من بعيد، وتحدد أيضا عرض السيارة عند الوقوف أو عند السير في الطريق، وتورى على مسافة 150 متر، ويمكن استعمالها للقيادة وسط المدينة لما تكون الإنارة العمومية جيدة، ونستعملها أيضا عند دخولنا للحواجز الأمنية مثلا، أو عند أوقات المغيب في المساء، أو عند الشروق في الصباح. وعندنا أضواء التقابل أو الكود، واللي هي أيضا أضواء إجبارية في السيارة، وهي أضواء كاشفة تكشف على مسافة 30 متر، وهي أضواء غير مبهرة دائمة الاستعمال أثناء الليل، نستعملها عند التقلبات الجوية مثلا عند سقوط الثلوج والأمطار وعند الضباب، ونستعملها أيضا في وسط المدينة والطريق السريع وفي الأنفاق وعند التقابل مع السيارات أو تجاوز السيارات. كما نجد في بعض السيارات جهاز تحكم يمكن استعماله في تقليص وتمديد ضوء التقابل أو الكود على حسب الاستعمال إذا كان داخل المدينة أو في الطريق السريع. وعندنا أضواء طريق أو الفار، وهي أضواء مبهرة تضيء على مسافة 100 متر على الأقل، ونستعملها خارج المناطق العمرانية، يعني في طريق يكون مظلم وفارغ. لكن عندما نتقابل مع السيارة أو نتجاوز السيارة أو تتجاوزني سيارة أو عند المنعرجات، نقوم بتغييره باستعمال ضوء التقابل، لأن ضوء الطريق ضوء مبهر وقد يشتت انتباه السائقين الآخرين. وعندنا ضوء الضباب الأمامي، وهو ضوء غير إجباري في السيارة، وهو ضوء غير مبهر، نستعمله فقط في تقلبات الطقس، يعني أثناء المطر أو الضباب أو عند تساقط الثلوج. كما لدينا أيضا ضوء الضباب الخلفي، وهو أيضا غير إجباري في السيارة، وهو ضوء مبهر، نستعمله فقط أثناء الضباب وتساقط الثلوج، ولا يستعمل أثناء الليل وعند تساقط الأمطار، لأنه ضوء مبهر وقد يزعج السائقين ليكونوا خلفنا لحدة ضوئه. ثم هناك أيضا ضوء الوضع الخلفي، يكون اللون تاعه بالأحمر ليبين عرض السيارة من الخلف، ويشتغل مع ضوء الوضع الأمامي وجميع الأضواء، كما تشتغل معه أضواء لوحة التسجيل أو الماتريكيل، واللي هو ضوء إجباري في السيارة. وعندنا أضواء الفرامل، وهي أضواء إجبارية في السيارة، لنستعملهم عند الفرملة لتنبيه السائقين ليكونوا خلفنا عن أي خطر محتمل أمامنا مباشرة، ويشتغلوا بالتزامن عند الضغط على دواسة الفرامل. وهناك أيضا ضوء الرجوع إلى الخلف، يعني المشاريير، وهو ضوء يشتغل مباشرة عند وضع ناقل الحركة أي ليفيد فيتاس عند مستوى الرجوع إلى الخلف، لتنبيه السائقين الذين خلفنا بأن السيارة في حالة رجوع إلى الخلف. نمر الآن إلى أضواء الغماسات أو الكلينيطون أو تغيير الاتجاه، وهي أضواء إجبارية في السيارة، وهي أضواء نستعملها كلغة إشارة ما بين السيارات والسائقين لتحديد وجهتنا لجميع السيارات، سواء كانت بجانبنا أو أمامنا أو خلفنا، بالاتجاه المحدد اتخاذه عند وضع الإشارة. لما نضغط عليها للأسفل بهذا الشكل تشتغل على جهة اليسار، وفي هذه الحالة نستعملها أثناء الإقلاع أو التجاوز أو الدوران أو عند الوقوف إذا كان الطريق ذو اتجاه واحد. وعند رفعها للأعلى بهذا الشكل تشتغل على جهة اليمين، وفي هذه الحالة نستعملها عند الوقوف أو عند الدوران أو عند التجاوز على جهة اليمين،
إذا كان مسموح، يعني في بعض الحالات الاستثنائية. وفي الأخير عندنا إشارة الإنذار بالخطر، أي le feu de détresse، وهي إشارة إجبارية في السيارة يشتغل فيها جميع إشارات الغمازات، نستعملوه في حالة عطب السيارة عند جانب الطريق أو في حالة حادث مرور أو لتنبيه السائقين لأي خطر محتمل على مستوى الطريق. نمر الآن إلى عصا التحكم الخاصة بمساحات الزجاج أو لسوي جلاس. نبدأ أولا بمساحات الزجاج الأمامية، لما نضغط عليها بهذا الشكل إلى الأسفل راح نستعمله في المستوى الأول، يعني لما يكون سقوط الأمطار بشكل خفيف ومتقطع أو عند الضباب. وعند سقوط الأمطار بشكل مستمر نقوم باستعمال المستوى الثاني. أما إذا كانت تساقط الأمطار بشكل غزير جدا راح نستعمل السرعة القصوى واللي هي المستوى الثالث. ولما نقوم بسحب عصا التحكم للخلف بهذا الشكل راح نستعمل ماء السيارة الخاص بمساحات الزجاج. كما نجد في بعض السيارات جهاز استشعار يقوم بتشغيل مساحات الزجاج تلقائيا عند سقوط الأمطار. وعند قيامنا بإدارة رأس عصا التحكم للأمام راح تشتغل مساحات الزجاج الخلفية لنلقاو فيها مستوى أول وثاني، أما الثالث يكون الاستعمال نتاعو خاص فقط بالماء. كان هذا درسنا لنهار اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ومشاركة الدرس مع الأصدقاء لأن الدال على الخير كفاعله.